السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة حماية الملف في الوورد وإعطاء الصلاحيات لبعض الأشخاص. ندخل إلى ملف الوورد الذي قمنا بإنشائه سابقا، وإن كان هذا الملف مهم ملف الوورد نذهب إلى الفايل أو الملف، وثم نذهب إلى انفو، وثم نذهب إلى Protect Document، ثم نذهب إلى Mark as Final أي انتهاء من هذه الوثيقة، وفقط تعطينا صلاحية القراءة. كما تشاهدون زر الحفظ أو Save اختفى فقط للقراءة. ولتجنب هذه الحالة نذهب إلى Edit Anyway أي التعديل على أي حال، ولوضع باسورد نذهب إلى الملف أو الفايل، ثم Info، ثم Protect Document، ثم Encrypt with Password أي التشبير مع الباسورد، ثم نقوم بوضع كلمة السر. نتأكد من اللغة لكي لا نخطئ في المرة القادمة، وطبعا يكون هذا الباسورد معقد، ثم نعمل حفظ ونغلق على. نفتح ملف الوورد، نقوم بكتابة الباسورد لعرض ما في داخله، وبعد هذا نقوم بحذف الباسورد. نذهب إلى الفايل وانفو وبروتيك دوكيمنت وانكريبت وذ باسورد، ونقوم بحذف الباسورد. بعد أن قمنا بحذف الباسورد ننقر على حفظ أو سيف، وثم نقوم بغلق الملف وبفتح مرة جديدة. كما تشاهدون لا يتطلب أي باسورد. وآخرا لدينا نذهب إلى فايل Info Protect Document، لدينا Restrict Editing أي صلاحية التعديل. نذهب إلى النقطة الثانية Editing Restriction No change read only أي لا تغيير فقط للقراءة. نستطيع عبر هذا الحقل من إضافة مستخدمين آخرين. الآن لا يتوفر لدينا مستخدمين، وعبر هذا الأسم نستطيع معرفة من كان يوزر كان edit الأشخاص المتاح لهم التعديل، والأشخاص find next region this user can edit للأشخاص المتاح لهم المكان النص للتعديل. وإذا كنت owner أو صاحب الملف أو مالك الملف تستطيع من إلغاء تعديلات مستخدم معين. وهذا الحقل يفيد أصحاب الشركات والمؤسسات والمنظمات لتنظيم أعمالهم على الوورد. وبعد هذا قمنا بتنظيمه، نقوم بعمل اوكي، وثم من وضع الباسورد وثم اوكي مرة ثانية، ونرى الملف اصبح للقراءة فقط. وطبعا يكون الباسورد معقد لكي لا يسر تخمينه. والان لنتتبع عمليات التعديل target change، نقوم بالنقر ياس. هذه الطريقة تفيد إن كان لدينا أكثر من 10 أو أكثر من 15 مستخدم على الملف. كما تشاهدون يتم مراقبة التعديلات أو تتبع التعديلات. والآن نقوم بكتابة أي حرف مثل ال L للتعديل. كما تشاهدون تم مراقبة التعديل، وعند وضع المؤشر عليه يخرج لنا اسم المستخدم والتاريخ والزمن وانسيرتد ال يقول. ولإخفاء نقوم بالنقر عليه. كما ترون أصبح بلون النص. والآن لدينا طريقة نقوم بإلغاء هذا النص ومن إلى هنا، ونقوم بكتابة HTTPS PS. كما ترون قمنا بتعديل على هذا النص. هذا النص لا يظهر انه معدل، ولكن في الحقيقة والواقع انه معدل. عند النقر على هذا الخط او المؤشر
نرى التعديل، تم حذف هذا النص وتمت إضافة هذا النص. كما ترون عندما وضع المؤشر يقول لنا inserted في النهاية، وعند وضع المؤشر على الكلمات المحذوفة يقول لنا deleted هذا النص. ومع السلامة، إن شاء الله كان الفيديو هذا مفيدا، وأتمنى لكم المشاركة لتنشروا الوعي من خلال الوورد أو استخدام الحماية في ملفات الوورد.